يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل اتفق مع صاحب محل ذهب أن يبيعه 50 كيلو من الذهب. رجل اتفق مع صاحب محل ذهب على أن يبيعه 50 كيلو من الذهب على أن يسدده المال بعد أسبوع، فإذا ارتفع السعر قبل أن يسدده ما يجوز هذا ابتداء، ما يجوز إلا بتسليم القيمة في مجلس العقد، هذا صرف، فلا يجوز إلا بالتقابض يدا بيد، لا يفارقه وبينهما شيء، يستلم الذهب ويسلم قيمته في المجلس، ولا هذا ما يجوز ربا. نعم. يقول والحقيقة أن أهل محلات الذهب يقعون في أشياء كثيرة، مخالفات كثيرة، يجب أنهم يتنبهون لهذا ويسألون أهل العلم ولا يمشون على العادات التي عليها غيرهم، الأمور خطيرة جدا، هذا ربا. نعم. إلا إذا كان باع الذهب بغير النقود، باع الذهب مثلا بسيارة، باعوا ببيت، باعوا بطعام أو شراب، ما في مانع، لكن إذا باع الذهب بنقد، باعه بذهب أو بفضة أو بورق نقدي، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. نعم.